أهم الأسئلة المقالية على قصة كينج لير الترم الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تانية ثانوي، معاكم يا شباب قصة كينج لير الملك لير، طبعا هي قصة ومسرحية. الترم الثاني questions and answers اللي هي الأسئلة وإجاباتها، دي أهم الأسئلة على القصة يا شباب وأحدثها الترم الثاني بالنظام بقى المقالي الجديد، تمام؟ ليه التفكير والإبداع، وطبعا ينفع تجاوب أكتر من إجابة بس أهم حاجة توضح السبب، وكل الإجابات تعتبر هنا صح. تعال كده نشوف الأسئلة المهمة دي وشاملة الترم الثاني كاملا. نمبر 1، in your opinion، في رأيك، was Edmund successful in his plot against his father؟ Why؟ يا ترى كان ناجح بقى الولد ادموند دوت اللي هو كان خان ابوه واخوه وقعهم في بعض عشان هو ياخد املاك بلو سيستر اللي هو ابوه، ادموند دوت اللي هو الولد الصغير، يا ترى نجح في الخطه بتاعته والمؤامره ضد والده واي، لماذا؟ هنقول يس هي ووز، ايوه كان ناجح طبعا في المكر والخداع ده. هي ميد كارنول انجري اباوت جلو سيستر اند بروميس تو ميك هيم ذا نيكست دوك، يبقى هو خلى كارنول اللي هو جوز جونريل اللي هي بنت الملك لير غضب من بابا اللي هو اسمه جلوسيستر، طبعا كان عنده قلعه واملاك ومقاطعه، ووعد بقى ان هو طبعا يعاقب بابا اللي هو جلوسيستر ويخلي الولد اللي هو اسمه ادموند دوت هو الدوك، يعني ولي العهد او هو اللي يملك كل املاك ابوه. رقم 2، do you think that Cornwall is right to trust Edmund؟ Why؟ في رايك كورنول ده اللي هو جوز جونريل يا ترى عنده الحق ان هو يثق في ادموند الولد دوت وليه؟ قال لك نو اي دونت ثينك سو، هي بيتريد هيز اون فادر ان اوردر تو جيت هيز بليس، لانه طبعا خان والده عشان يحصل على مكانه او ان هو اللي يملك املاكه، طبعا اللي خان والده دوت عمره ما هيكون بقى امين لحد تاني، وبالتالي ما وثقش فيه او ما كانش ينفع ان هو يثق فيه. نمبر 3، Why do you think Gloucester and Kent remained loyal to the king؟ في رأيك ليه الراجل اللي هو Gloucester دوت وكنت اللي هو كان الوزير بتاع الملك لير، خلي بالكوا فاكرينه اللي كان نصحه وقال له اللي انت بتعمله غلط وكان الملك لير هيقتله، وبالرغم من كده ما سابوش ومشي، رجع له واتنكر في ايد خدام واشتغل معاه. في رأيك بقى الاثنين دول Gloucester وكنت كانوا ليه مخلصين للملك لير؟ I think they loved their king، كانوا بيحبوا الملك بتاعهم، and thought that he needed help، وكانوا معتقدين ان هو محتاج المساعده وهو فعلا كان محتاج المساعده في التوقيت دوت. نمبر 4، Edmund left the place where his father was supposed to be punished، ساب المكان اللي بابا كان يفترض انه يعاقب فيه. What does this show about him؟ ده بيبين ايه عنه بقى وعن شخصيته؟ طبعا هو شخصيه مش كويسه ان هو باع ابوه عشان بس ياخد املاكه وياخد مكانه. It shows that he's a coward، ان هو جبان. To let Cornwall punish his own father، ان يسيب كورنوول اللي هو جوز جونريل دوت يعاقب باباه without even trying to defend him، بدون حتى ما يحاول ان يدافع عنه. يعني الخادم لو انتوا عارفين هو اللي كان دافع عنه واصاب كورنوول وتسبب في موته بعد كده. 5، Do you think that Cornwall was right to humiliate and punish Gloucester for helping the king؟ في رأيك ان كورنول دوت كان محق في اذلال ومعاقبة جلوسيستر ان هو هنا عشان مساعد الملك لير؟ يعني قال لك هنا طبعا No I don't think so، لا اعتقد ذلك، he did nothing wrong when he helped the king، هو ما عملش حاجة ان هو ساعد الملك اصلا، ان هو الطبيعي انه يساعده. كورنول and Regan were even staying in Gloucester's place أو palace، إن هم أصلا كانوا قاعدين في قصر Gloucester، يعني رايحين قصره وأملاكه وبيعاقبوه هناك في مكانه، خلي بالكوا. طيب نمبر 6، although he is old and weak، بالرغم إن هو يعني هنا weak ضعيف وold يعني إيه؟ عجوز. Gloucester is a brave man، هو راجل شجاع. Do you agree؟ Why؟ هل تعتقد ذلك وليه؟ هقول لك yes I agree. He confronted Regan and Cornwall، واجه Regan and Cornwall accusing them of being cruel to the king، واتهمهم ان هم
كانوا قاسيين مع الملك لير. In your opinion, was the servant right to ask Cornwall to stop hurting Gloucester? Why? هل كان عنده حق الخادم انه يطلب من كورنوول يبطل ايذاء جلوسيستر اللي هو سيده ولماذا؟ هيقول لك طبعا yes, he was right, كان عنده الحق. He should have defended his old man against the violent attack of Cornwall. كان لازم يدافع عن الرجل العجوز دوت ضد الهجوم العنيف من كورنوول. طب do you think that Gloucester still believes that his son Edgar has been cruel to him? Why? في رأيك هو الرجل جلوسيستر دوت لسه بيصدق ان ابنه إدجار لسه كان هو قاسي عليه وان هو ما كانش كويس معاه ولماذا؟ طبعا قال لك هنا نو عرف الحقيقة بقى خلاص. No I don't think so. لا اعتقد ذلك. He must have understood that Edmund had tricked him. عرف بقى وفهم ان إدموند خدعه and lied to him وكذب عليه concerning to his brother بخصوص اخوه. If you were Edgar, لو انت كنت مكان إدجار, would you tell your father the truth as soon as you saw him? كنت هتقول لابوك الحقيقة بمجرد ما تشوفه ولماذا؟ إدجار دوت خلي بالكو اللي كان اخوه إدموند خدعه واخد مكانه واخد املاك ابوه بان هو وقع بينهم وبين بعض. قال لك yes I would ask yes as a loving son, كابن محب البابا. He should have told him the truth and so his father would find some relief, كان بابا هيرتاح. طيب all men should help each other, كل رجال او الناس لازم يساعدوا بعض. The rich especially should help the poor, وخصوصا الاغنياء لازم يساعدوا الفقراء. What does this sentence show about Gloucester? في الجملة دي ايه رأيك؟ بتبين ايه عن الرجل اللي هو اسمه Gloucester دوت اللي هو اتعمى؟ This shows that he's a good man, هو كان راجل طيب وصالح. Who cares for the poor, وبيعتني وبيرعى الفقراء. 11. Why do you think Goneril wanted to use Edmund to help her although she was married? في رأيك بقى جونريل دي ليه متجوزة أصلا؟ كورنوول دي كانت عايزة إدموند الولد الخاين دوت اللي باع أبوه وأخوه يساعدها ليه رغم هي متجوزة؟ قال لك هنا I think that she's an evil woman, أعتقد إنها أصلا سيدة شريرة وهي فعلا طبعا ما كانتش كويسة. بيسايدس بالإضافة إلى إن her husband seemed to be angry and frightened about her evil deeds, جوزها كان غاضب وزعلان طبعا أو خايف من أعمالها السيئة and treatment to her father ومعاملتها الوحشة لباباها. If you were Albany, لو أنت كنت ألباني بقى, would you feel frightened of Goneril? Why? يا ترى كنت هتخاف من Goneril ولماذا؟ Yes I would. أيوة طبعا. She treats her father, بتعامل باباها who gave her half of his kingdom, بتعامل باباها اللي ادها نص مملكته so badly and cruelly, وبقسوة. يبقى ممكن تعمل فيه هو ايه شخصيا بقى؟ فهو طبعا لو مكانه لازم اي حد يقلق. 13. Which was seemed more important for Albany, Cornwall's death or Gloucester's injury? بالنسبة لألباني دوت اللي هو كان اطيب واحد فيهم بقى اللي هو جوز جونريل, في رأيه ان هو كان موت كورنوول دوت كان اهم ولا الاصابة بتاعت جلوسيستر؟ قال لك I think that he cared only for Gloucester, who was a good man who helped the king. في رأي ان هو كان طيب وبالتالي كان بالنسبة له جلوسيستر اهم من كورنوول. 14. انا بقول لك كورديليا البنت الصغيرة بقى من بنات كينج لير واللي هي كانت اطيب واحدة فيهم. كورديليا دي بقى هنا مالها؟ seemed very sad when she heard about her sister's bad behavior with her father, كانت زعلانة جدا لما سمعت سلوك اخواتها المعفن مع باباها. طب what does she or this show about her, ده بيبين ايه عنها؟ it shows that she's a kind daughter, بنت طيبة, who loves and cares for her father, بتحب وتعتني بباباها. although he has sent her away, برغم ان هو طردها and treated her unwell, وعاملها معاملة سيئة. اطلع معايا بقى كده على السؤال نمبر 15, نجيب كده من اول question 15.
15 بيقول لك although Cordelia returned to save her father، بالرغم ان هي رجعت عشان تنقذ باباها. The French army used this badly، الجيش الفرنسي استغل ده بطريقة سيئة. Do you agree why، ولماذا؟ Yes the French army as Albany declared، خلي بالك هنا بيقول لك ان الجيش الفرنسي وكمان Albany came to invade England، اعلنوا ان هم جايين يحتلوا انجلترا، وده غلط. المفروض مش يقول ان هو جاي انفيد يغزو، لا المفروض هو يقول لك انا جاي انقذ الملك، اساعد الملك لير. فطبعا يغزو ديت يبقى خلى الناس كلها تتقلب ضده. معايا؟ 16 Why do you think Regan didn't force Oswald to show her Goneril's letter to Edmund؟ في رايك بقى ليه بتعتقد ان ريجان ما اجبرتش اوسوالد الخادم بتاعها انه يبين جوابات جونريل لأودموند؟ هقول لك maybe she became weak after her husband has died. ربما تكون بقت ضعيفة بعد وفاة جوزها اللي هو كورنول. كورنول كان متجوز ريجان قلنا. maybe she wanted his help to deliver her letter to Edmund، وكانت محتاجة مساعدته انه يوصل الجوابات to Edmund. do you think that Edgar's trick for his father could cure his madness why؟ في رأيك بقى الخدعة او هنا الخدعة ادجار ديت ان هو على باباه ممكن تعالج الجنون بتاعه؟ قال لك yes it seemed so، يعني يبدو ذلك. Gloucester didn't try to kill himself after the incident of the cliff، بعد الحادثة اللي هو رمى نفسه من على الحتة اللي هو فكرها مرتفع صخري دي. طبعا بس الولد كان ذكي مش وداه حتة عالية، فهو فكر انه يرمي نفسه ويموت نفسه يعني، فبعدها ما حاولش يموت نفسه تاني خالص. تمام. نمبر 18 Why do you think Edgar was sad when he met the king in the countryside near Dover؟ ليه كان زعلان لما شاف الملك لير في الريف بالقرب من دوفر؟ The king looked mad and wasn't aware of what was happening around him، الملك كان شكله مجنون ومش واعي بكل اللي يحصل حواليه ومش مدرك اصلا باللي بيحصل حواليه. As he loved the king he was sad، ولانه كان بيحب الملك فالولد ادجار دوت طيب فكان زعلان عشان كينج لير. تعال نشوف اخر سؤالين في الصفحه دي. قال لك هنا why do you think Edgar was sad when he met، دي قلناها. طيب 19 Oswald is a mean and greedy، مين دي؟ معناها شخص بخيل وحقير، وجريدي جشع وطماع. do you agree give reasons for your answer، واديني اسباب لاجابتك. yes I agree he wanted to kill Gloucester، كان عايز يروح يقتل Gloucester. the blind man، رجل الطماع. only to get a reward، عشان ياخد بس الجايزة من مين؟ من الرجل التاني اللي هو كان كورنول. compared to Edmund، بالمقارنة مع إدموند إدجار اللي هو أخوه، بالمقارنة بين الأخين بقى الصغير الخاين إدموند والكبير المخلص اللي هو إدجار. was a loyal son who was ready to sacrifice his life for his father، إدجار دوت كان على استعداد يضحي بحياته sacrifice بهيز لايف عشان باباه. هل تتفق مع ذلك ولماذا؟ yes I agree whereas Edmund left the place where his father was punished، بينما إدموند المعفن دوت ساب المكان اللي باباه كان بيعاقب فيه وبيتعمي. إدجار was ready to sacrifice his life، كان على استعداد يضحي إدجار بقى أخوه الكبير بحياته to protect his father when he fought Oswald، كان على استعداد يضحي بحياته لما قاتل أوسوالد الخادم الخاين اللي كان راح يقتل الراجل العجوز المعمي اللي هو Gloucester اللي هو أبوهم هما الاثنين. 21 The letters which Oswald had were a gift for Edgar to help him revenge the harm that Edmund has caused him. Do you agree why؟ الجوابات بقى اللي كانت مع الواد أوسوالد الخادم ده الخاين اللي كان راح يقتل أبو إدجار بالنسبة له كانت مكافأة لما ليه الجوابات في جيبه بعد ما موته. ليه بقى؟ كان فيها كل الخطط اللي خليته ينتقم من حركات أخوه وخياناته اللي هو إدموند الخاين ده. طيب هنا قال لك هل توافق؟ هتقول له yes I agree the leaders which Oswald had proved that إن جونريل was conspiring with Edmund against her husband،
الجوابات كان بتبين ان جونر الخاينة دي كان بتتآمر ضد جوزها. This would make Albany help against Edmund. يعني جونريل كانت بتتآمر ضد جوزها ألباني، فده هيخلي ألباني يساعد ضد مين؟ إدموند. 22. Do you think that the king didn't recognize Cordelia or he was ashamed to meet her? Why? في رأيك هل كان الملك لير مش ملاحظ كورديليا، مش تعرف عليها لما شافها في حالة الجنون بتاعته، ولا كان الملك في الوقت دوت يعني خجلان من نفسه بسبب اللي عمله فيها وانه عاقبها بدون ذنب وطردها من البلد؟ قال لك I think that he was ashamed، اعتقد انه كان خجلان من نفسه. She was very kind to him although he had been cruel to her، كانت طيبة معاه جدا رغم انه كان قاسي معاها جدا. When he sent her away to France، لما طردها الى فرنسا. 23. I will never be cruel to you father، عمر ما هكون قاسي عليك ابدا يا ابي. What does this show about Cordelia؟ ده بيبين ايه عن شخصية كورديليا؟ It shows that she was the best of the three daughters، ان هي كانت افضل واحدة في التلات بنات. As she treated her father very kindly، لانها عملت باباها بطيبة كبيرة جدا. Trying to make up for her sister's bad treatment، وكانت بتحاول تعوض باباها عن معاملة اخواتها الاتنين العقارب السيئة، طبعا معاملتهم اللي كانت سيئة جدا جدا جدا. تطلع معايا على 24 هنا بيقول لك Do you think that Albany worked with Edmund because he changed his mind about him? Why؟ في رأيك هل Albany اشتغل او تعامل مع Edmund لانه غير رأيه من ناحيته؟ قال لك No I don't think so، he had to work with Edmund to fight the French army، هو مش كان بيحب إدموند ولا حاجة، إنما كان لازم يحارب الجيش الفرنسي لأنه هو غلط وقال إنه جاي يحتل إنجلترا، ما قالش إنه هو جاي يساعد الملك لير. 25. I'd prefer to go to prison، أفضل إن أنا أروح السجن. There we can be together، هناك هنكون مع بعض. What does this show about the king؟ ده بيبين إيه عن شخصية الملك؟ It shows that the king regretted his past behavior with Cordelia and wanted to make up for her. الملك ندمان على اللي عمله مع بنته كورديليا وعايز يعوضها عن اللي عمله فيها. Why do you think Edmund الولد الخاين المعفن ده sent Cordelia and the king to prison without telling Albany؟ في رأيك ليه بعت كورديليا والملك السجن من غير ما يقول لي Albany؟ طبعا لان احنا عارفين ان Albany ده طيب ومش عايز يأذيهم، ان هو عايز يموتهم اصلا. I think that he wanted to get rid of them، لانه عايز يتخلص منهم. In order to reach his ambition، لكي يصل الى طموحه to rule over the kingdom، انه يحكم المملكة كلها. يعني تخيلوا إدموند دوت طموحه بقى يوصله لفين؟ الاول خان اخوه، بعد كده خان ابوه وخلى الناس تعميه عشان ياخد املاكه، ودلوقتي طمعان يحكم المملكة كلها فيموت كل اللي حواليه. You are a good soldier but you aren't my equal، انت جندي كويس بس انت مش كفء ليا. Is Albany to write this؟ Why؟ هل Albany كان على صواب انه يقول كده ولماذا؟ Yes I think so، Edmund is younger and of less rank than Albany، Edmund دوت كان اصغر سنا ولكنه في مرتبة عسكرية اقل من Albany، so he isn't his equal، وليس مساوي ليه طبعا في المهارة وفي الايه الرتبة العسكرية. 28. Should Edgar fight Edmund his brother? Why؟ إدجار دوت كان لازم يقاتل أخوه، كان مضطر يحارب أخوه اللي هو الخاين ده، ولماذا؟ I think he shouldn't، أعتقد إنه ما كانش ينبغي إن هو يحاربه. تعالى نجيب السؤالين دول على بعض كده. قال لك هنا I think he shouldn't، أعتقد إن هو ما كانش ينبغي. Although Edmund was very mean، برغم ان إدموند كان حقير جدا معاه. his brother او brothers الاخوات shouldn't fight each other، لا ينبغي ان الاخوات يحاربوا بعضهم البعض. do you think that Albany was sad to hear that to hear about his wife's death؟ هل في رأيك Albany كان زعلان على وفاة مراته ولماذا؟ no I don't think so، لا اعتقد ذلك.
He described her as an evil woman. وصفها بالمرأة الشريرة. وهي فعلا كانت شريرة. Besides, Edgar gave him the letter, which proved that she was conspiring with him. طبعا كمان إدغار كان اداله الجوابات اللي هي كانت بتبين ان مراته كانت بتتفق على جوزها مع الولد الخاين إدموند. فطبعا هنا عرف ان مراته كانت خاينة كمان وبالتالي ما كانش زعلان عليها. Why do you think Edmund wanted to know the identity of the man who fought him before he died? في رأيك ليه كان عايز يعرف شخصية الراجل اللي كان بيحاربه؟ I think he wanted to know if the man who killed him was a commoner. كان عايز يعرف لو كان راجل عادي or a great man أو رجل عظيم. طبعا بالنسبة لهم بتفرق شوية إن هو مات على إيد واحد عادي من عامة الشعب ولا مات على إيد قائد عظيم، فدي بالنسبة له فخر شوية يعني. It was not honorable for a great man to be killed by a commoner. مش فخر لرجل العظيم أو قائد أو واحد حاكم إن يموت على إيد واحد من عامة الناس بالنسبة لهم. فكان عايز يعرف مين اللي موته، لأن أخوه في الوقت دوت كان مقنع وكان متنكر، فطبعا عرف بعد كده إن أخوه هو اللي قتله. هو يستاهل الصراحة. 31. In your opinion، في رأيك، Why did Goneril kill herself؟ ليه Goneril قتلت نفسها؟ هي بصراحة تستاهل برضو يعني. I think that she couldn't face her husband. أعتقد إنها مش قدرت تواجه جوزها and other people، والناس الآخرين who knew about all her evil actions، اللي عرفوا كل أفعالها الشريرة. 32. Why do you think Albany didn't rule the kingdom himself؟ في رأيك ليه ألباني ما حكمش المملكة بنفسه؟ Maybe he didn't have the legal right and position، في رأيي احتمال ما يكونش عنده الحق الشرعي والمكانة اللي بتأهله لذلك. Maybe he didn't want to suffer the same burdens as King Lear، وممكن يكون مش كان عايز يعاني نفس المعاناة اللي عاناها King Lear. 33. If you were Edgar، لو انت كنت إدغار الولد المخلص لأبوه دوت، would you easily agree to rule the kingdom؟ هل كنت هتوافق انك تحكم المملكة بسهولة؟ Why ولماذا؟ No I wouldn't، ما كنتش أعمل كده. Ruling over a kingdom must be difficult thing to do، إن حكم مملكة كاملة دي حاجة أكيد صعبة إن الواحد يقوم بيها. Do you think King Lear cared about his oldest daughter's death? Why؟ في رأيك هل الملك لير كان زعلان أو اهتم بوفاة بناته الاتنين الكبار اللي هم العقربتين الكبار دول؟ No I don't think so. They were so cruel، كانوا قاسيين جدا to him and let him to be mad، وسابوه إلى حد الجنون. 35. نكمل دي كده من عند 35. هنا بيقول لك What's your opinion of the end of the play؟ رأيك إيه بقى في نهاية المسرحية؟ طبعا القصة بتاعتكم أصلا مسرحية يا شباب. I think it is a dramatic end، نهاية تراجيدية يعني نهاية حزينة ومعفنة بستين نيلة كمان. I was sad to see good people such as a King Lear. طبعا كان أي حد زعلان إن الملك لير مات، هو وجلوسيستر الرجل الطيب دوت وكمان بنته كورديليا الطيبة اللي عمرها ما أذت حد. يعني الناس الأشرار ماشي، إنما الناس زعلت طبعا على كينج لير وجلوسيستر وكورديليا ضاي، وكمان حتى الخادم على فكرة اللي كان دافع عن جلوسيستر برضه موتوا يزعل. Can you think of a different end of the play؟ طب يا ترى تقدر تفكر في نهاية مختلفة للمسرحية؟ I think it would be as follows، يعني أعتقد أنها ممكن تكون كالآتي. King Lear and Cordelia are saved، الملك لير وكورديليا يتم إنقاذهم. أعتقد I think it would be as follows، أعتقد تكون كالآتي. King Lear and Cordelia are saved، Albany gives his power back to the King Lear، وألباني رجع تاني سلطته للملك لير، and he lives happily with Cordelia، ويعيش بسعادة مع كورديليا for the rest of his life، باقي حياته. Who is your favorite character in the play؟ Explain why، مين أفضل شخصية مفضلة بالنسبة لك في المسرحية ولماذا؟ My favorite character is Cordelia،
أطيب طبعا شخصية كان من بداية القصة هي البنت الصغيرة من بنات الملك لير اللي هي كورديليا. She loved and cared for her father. كان بتحب باباها وبتعتني بيه رغم ان هي غلطت في الاول انها مش قدرت تعبر عن الكلام ده ومش كانت عارفه تعبر له. Although she he was cruel to her حتى برغم ان هو كان قاسي معاها. She even didn't care to suffer in her father was well. هي لم تكن طبعا مهتمه ان هي تعاني طالما ان باباها كويس وفي امان. 38 هنا بيقول لك 38 who is your last favorite character. مين بقى هي least favorite character اقل شخصية محبوبة بالنسبة لك في البلاي واكسبلين واي. My least favorite character is Albany. اقل شخصية محبوبة هو Albany. ليه بقى؟ He was a passive and hesitating person also. He wasn't as bad as his wife. كان شخص متردد خلي بالك وكان سلبي مش كان ايجابي رغم ان هو ما كانش بنفس السوء بتاع مراته يعني هو كان معترض على افعالها ومعاملتها السيئة لوالدها الا انه كان سلبي ما خدش موقف كويس الا في النهاية خالص and other members of the royal family لانه كان طبعا هنا مش بنفس السوء بتاع كونريل وريجان اللي هم من العيلة المالكة royal family. Did you expect such a dramatic end to the play؟ توقعت نهاية درامية حزينة معفنة المسرحية بالشكل ده؟ طبعا واي لو هتقول اه هتقول ليه ولو قلت لا برضه هتقول ليه. No I didn't. I expected that Goneril and Regan would have a bad end. توقعت ان Goneril وريجان الاشرار ياخدوا نهاية معفنة. انما I didn't expect to see so many deaths. ما توقعتش ان انا اشوف ناس كتير تموت بالشكل ده. What lessons does the play teach us? ايه بقى الدروس اللي المسرحيه بتعلمها لنا او الدرس الاخلاقي منها؟ It teaches us that we wouldn't judge people ان احنا ما نحكمش على الناس by their appearance من مظهرهم or their speeches ولا من كلامهم. طبعا انتوا عارفين ان جونرال وريجان قالوا لباباهم كلام كتير بقى انما طبعا ما كانوش بيحبوه اصلا. Actions speak louder than words لأن الأفعال أبلغ من الأقوال. الأفعال أبلغ من الأقوال. دول كده سنة تانية كانوا أهم 40 سؤال شاملين قصة ومسرحية كينج لير الترم الثاني كاملا حتى نهاية القصة. ودي طبعا أسئلة تفكيرية وإبداعية بمعنى أي حد هيكتب إجابة غير الموجودة بأي صيغة تانية حتى لو كتب في إجابة يس أو نو هياخد الدرجة بس لازم يوضح السبب ويوضح رأيه عشان ياخد الايه الدرجة لان دي طبعا زي ما قلنا اسئلة تفكيرية ابداعية نقدية مقالية. خلصنا كده الجزء دوت. اتمنى ما تنسوش الاشتراك تفعيل الاشعارات اللايك والشير والكومنت واللي عايز حاجة يكتب في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر محمد الجاهز.